أهلا بكم مشاهدينا، وهذه نشرة التاسعة نبدأها بالعناوين. أنظار الأمريكيين تتجه نحو نيفادا وأريزونيا لحسم مقاعد الشيوخ مع تقدم واضح للجمهوريين في النواب حتى الآن. بعد انسحاب روسيا القوات الأوكرانية تتقدم في خرسون وتحذيرات من كمين روسي. السيستاني يكذب إعلام إيران وينفي أي تصريحات نسبت إليه حول موقف رافض للاحتجاجات ودعم للنظام. بيان أمريكي أوروبي يصف هجوم الحوثي على ميناء قنب الإرهابي ويطالب الميليشيات الالتزام بالقانون الدولي. في آخر تحديث للأرقام، أرقام النتائج الأولية للانتخابات النصفية الأمريكية، ففي مجلس النواب ووفقا لشبكة CNN حصل الجمهوريون حتى الآن على 209 مقاعد، فيما حصد الديمقراطيون 192 مقعدا. وتتوقع CNN إن حصد الجمهوريين 16 مقعدا إضافيا ليصل الإجمالي إلى 225 مقعدا، بينما سيصل عدد مقاعد الديمقراطيين إلى 195. أما بشأن المنافسة في مجلس الشيوخ والتي لم تحسم نهائيا بعد، فقد حصد الجمهوريون 49 مقعدا، فيما حصد الديمقراطيون 48 مقعدا. وتتجه أنظار الأمريكيين الآن إلى ولايتي نيفادا وأريزونا التي يتنافس الجمهوريون والديمقراطيون فيهما على مقاعد مجلس الشيوخ، فيما يتواصل حتى الآن فرز الأصوات. في أريزونا تظهر النتائج تقدم الديمقراطيين بفارق مريح من الأصوات بحوالي 100,000 صوت بعد فرز أكثر من 76% من الأصوات. أما في نيفادا وهي الولاية التي ما زالت متأرجحة وسط تقدم طفيف للجمهوريين بفارق نحو 15,000 صوت بعد فرز 84% من الأصوات، نيفادا تبقى معلقة حتى اللحظات الأخيرة. فإذا فاز الجمهوريون سيكون لهم 50 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 49 للديمقراطيين. وسيكون علينا انتظار الحسم في جورجيا في 6 ديسمبر في جولة الإعادة. وإذا تحققت المفاجأة وربح الديمقراطيون مقعد الشيوخ في نيفادا، فسيعود المجلس لقبضتهم مجددا دون انتظار نتائج الإعادة في جورجيا. وينضم إلينا شبكة مراسلين من واشنطن مراسلة العربية نادية البلبيسي، من نيفادا مراسلة العربية ريتا سليمان، ومن جورجيا حسين الطود. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك نادية من واشنطن، ما وقع النتائج المحققة حتى الآن إن كان للجمهوريين أو للديمقراطيين على البيت الأبيض وتصريحات الطرفين الحزبين؟ بالفعل دعيني أبدأ من هنا من البيت الأبيض. طبعا بالأمس الرئيس بايدن تحدث بشكل من الرضا عن النتائج، رغم أنهم لم يفوزوا بالأغلبية في مجلس النواب، لكن هذا النصر للجمهوريين إذا أردت أتى بطعم الهزيمة. بالنسبة للرئيس، استراتيجية البيت الأبيض كانت في مكانها، وهو تحذير الأمريكيين من أن الديمقراطية في خطر. تأثير الرئيس السابق دونالد ترامب على هذه الانتخابات، وبالفعل مرشحي الرئيس في ولايات متأرجحة مثل بنسلفانيا
خسروا مقعدا كان يعني مؤمن للجمهوريين، كان في السابق يحتله سيناتور جمهوري، وبالتالي البيت الأبيض الآن ربما أعطي مساحة للتحرك للحديث مرة أخرى على أن الرئيس قد يترشح لعام 2024. في البداية كان المحللون ربما يقرون بأن الرئيس بايدن عليه أن يقرر إذا كان سيترشح أم لا، بأن وضعه صعب جدا، بأنه هناك خصومه يهاجمونه وينتقدونه، وأيضا أصدقائه يهمسون بأنه حان الوقت لتسليم السلطة ربما جيل شاب. لكن أعتقد كما قال لنا الرئيس بأنه سيقرر في بداية العام المقبل حسب اعتبارات شخصية مع عائلته. لكن على كل الأحوال هذه الانتخابات أثبتت بالفعل بأنه استطلاعات الرأي ربما لا يمكن المراهنة عليها بشكل كبير، لم تأتي بهذه الموجة الحمراء، والبيت الأبيض يشعر برضا كبير بأنه حتى الآن لا نعرف مصير مجلس الشيوخ، لكن ربما جورجيا أو حتى أريزونا تعطي النصر للديمقراطيين. في أسوأ الأحوال يمكن أن نعود لنقطة الصفر وهي 50-50. طبعا الصوت الفارق هو لنائبة الرئيس كاميلا هاريس. ربما بهذا الختام يعني إذا سمحتي لي يعني راوية لازم أذهب إلى الإجازة الصحفي الآن. جيك سوليفان يتحدث عن مؤتمر الجي 20 الذي سيشارك فيه الرئيس. أكيد أكيد وستزودينا بكل جديد. شكرا جزيلا لك نادية. أنتقل إلى ريتا سليمان من نيفادا. ريتا، حسب آخر رسالة كنت معنا فيها كان التقدم للمرشح الجمهوري حيث تتواجدين، هل من تحديثات؟ صحيح، لازالت عملية الفرز والاحتساب تتم في المركز الرئيسي في شمال مدينة لاس فيغاس في مقاطعة كلارك كاونتي. هذه المقاطعة كما ذكرت تحوي حوالي 75% من الكثافة السكانية في عموم ولاية نيفادا. في هذه المقاطعة تحديدا التقدم للمرشحة الديمقراطية، ولكن إذا ما احتسبنا النتائج من المقاطعات الأخرى في ولاية نيفادا التقدم هو للمرشح الجمهوري آدم لاكسالت على منافسته الديمقراطية. النتائج عندما سألنا في هذا المركز تحديدا متى من المتوقع أن تخرج النتائج، قالوا لنا أنه ليس قبل يوم الجمعة، وما يحصل أنه بسبب اعتماد التصويت عبر البريد من الخارج لأول مرة في تاريخ نيفادا يتم التأخر بفرز النتائج. لهذا السبب سيتأخر إعلان النتائج. وأيضا بالتالي كان لنا اتصالات أيضا لمعرفة التطورات في أريزونا. إذا سمحت لي أود أن أشير بأنه حوالي 600 ألف صوت يتم احتسابها بسبب الخطأ التقني يوم الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا كاونتي يؤدي إلى هذا التأخر. ومع احتساب 62 ألف من أصل 600 ألف صوت هناك تقدم للمرشحين الديمقراطيين في هذه المحافظة. إن كان عن مقعد مجلس الشيوخ هناك تقدم لمارك كيلي على منافسه الجمهوري بليك ماسترز. أما العملية الصعبة هي فيما خص المقعد عن مقعد حاكم الولاية في أريزونا الذي يتنافس فيه الديمقراطية كيتي هوبس، وهي سكرتيرة الولاية الحالية. وأود أن أشير بأن سكرتارية الولاية هي المسؤولة عن فرز هذه الانتخابات، وبالتالي هناك اتهامات بالتقصير حيال كيتي هوبس تحديدا، مع أنها ليست مشتركة بعملية الفرز كونها مرشحة. أيضا المرشحة الجمهورية كيري ليك تتهم السكرتارية المحافظة الولاية بعمليات احتيال، وهذا الهجوم من المرشحين الجمهوريين على عملية الفرز في هذه المقاطعة أدى لجعلها بؤرة للمعلومات المضللة في المقاطعة. ونحن نعلم التهديدات التي طالت الموظفين والعاملين في قطاع الانتخابات في عموم البلاد وليس فقط في هذه الولاية، ولكن الآن الوضع متشنج جدا. عمليات الفرز على قدم وساق، والآن بينما نتحدث هناك مؤتمر أو مقابلة إعلامية لكاري ليك تريد أن تنشر فيها ما يحصل من تطورات، وسنتابعها طبعا. عندما سألنا موظفي الولاية كيف تتم عملية الفرز ولماذا كل هذا الوقت الذي تأخذه، هناك فرز يدوي على عدة مراحل، إن كان في التصويت عبر البريد كل مغلف على حدة، يتم التأكد من الإمضاء على المغلف الخارجي،
ثم ما بداخله يتم وضعه في صندوق خاص ليتم احتسابه أيضا في مرحلة أخرى، وذلك بسبب قانون السرية احتفاظا بالسرية في عملية الفرز، لذلك تأخذ كل هذا الوقت. وأريد أن أشير أيضا على نقطة مهمة، بأنه في الانتخابات الرئاسية السابقة تم إعلان النتيجة النهائية بعد 9 أيام من الانتخابات، وبالتالي نتوقع أن تأخذ أيضا مزيد من الوقت بحسب ما دائما بحسب موظفي السكرتارية. نعم، أنتقل إلى جورجيا وحسين الطود هناك. إذن جولة الإعادة هي التي ستحسم النتائج التي ستكون بالسادس من ديسمبر، ما هي آخر التحديثات عندك حول هذا التمديد؟ تحية لك راوية. الأنظمة الآن تتجه إلى جورجيا، وبدأنا بالفعل نشعر بأجواء الحملة الانتخابية. الحديث الآن يتركز على جمع التبرعات. حملة هيرشل ووكر قالت أنها جمعت منذ البارحة إلى اليوم أكثر من 3,300,000 دولار من أجل حملتها، وأعلنت أنها ستقوم بحملات انتخابية عدة خاصة في المناطق المأهولة من أجل إقناع أو تحفيز الناخبين، لا سيما من المؤيدين لدونالد ترامب وحتى الجمهوريين المعتدلين كما وصفتهم، وأيضا من مؤيدي المرشح الثالث في الانتخابات تشيس أوليفر من أجل التصويت لهيرشل ووكر. طبعا أيضا أعلنت أنها تأمل بأن يقوم دونالد ترامب وديسانتس، وهما طبعا نعرف أن هناك خلاف بينهما، بزيارة جورجيا من أجل دعم هيرشل ووكر. يريدون أن يكون له دعم كبير من جميع الجمهوريين. الآن لا يوجد الآن مساحة لأي خلاف بين الجمهوريين على هيرشل ووكر، كون مقعد جورجيا سيحسم من سيسيطر على الكونغرس، من ستكون الأغلبية في الكونغرس. أيضا سمعنا العديد من القادة الجمهوريين مثل تيدي كروز الذي هو الآن اليوم جاء إلى جورجيا ليكون مع هيرشل ووكر في حملته، وأيضا لينزي جراهام، وعدد كبير يعني حسين أعضاء الجمهوريين سيأتون مثل أيضا مارشا بلاكبر، كلهم أعربوا عن تأييدهم لهيرشل ووكر وسيزورون الولاية، ومنهم أيضا بالمناسبة مايك بومبيو وزير الخارجية الأسبق سيأتي إلى الولاية دعم هيرشل ووكر. بالمقابل حملة رافائيل وراك أيضا بدأت تقول أنها تعمل. رافائيل ورنوك أعلن أنه لن يستسلم وسيعمل على بالنسبة لدورة الإعادة من أجل الفوز. الديمقراطيون أعلنوا أنهم سيستثمرون أكثر من 6 مليون دولار في الولاية من أجل دعم حملة ورنوك. ورنوك قال أن دونالد ترامب وميتش ماكونل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ دفعوا ملايين الدولارات من أجل إظهار منافسي هيرشل ووكر، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفوزوا. هناك أجواء مشحونة، هناك أجواء حماسية بين الطرفين. نتوقع أن تكون الحملة وأيضا الانتخابات إعادة جولة الإعادة تكون بنفس الحماسة وربما أكثر هذه المرة. سنكون معك حسين بكل التحديثات من عندك من جورجيا، وأشكرك على هذه الرسالة، وأيضا جزيل الشكر لك ريتا سليمان وأيضا لمراسلتنا نادي البلبيسي. واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات من الجمهوريين بعد سلسلة من الخسائر في الانتخابات النصفية طالت المرشحين الذين اختارهم ودعمهم. هذا الأمر قد يضعف موقف ترامب إلى حد ما وسط توقعات بإعلانه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع العدد الهائل من الفرص الجمهورية الضائعة، كان الاندفاع لإلقاء اللوم علنية على ترامب فوريا بقدر ما كان مفاجئا، وفقا لتقرير نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. عدد كبير من الجمهوريين انتقدوا ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مشيرين إلى أنه مسؤول إلى حد كبير عن النتائج المخيبة للآمال للانتخابات النصفية، حيث تمت هزيمة عدد من المرشحين الذين كان قد أيدهم في السباقات التنافسية، بما في ذلك المرشحون لمنصب الحاكم ومقعد مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، والمرشحون لمنصب الحاكم في ولايات ميشيغان ونيويورك وويسكونسن.
إذن النتيجة النهائية للانتخابات النصفية الأمريكية لمعرفة من سيسيطر على الكونغرس تتطلب ربما أسابيعاً، لكن خريطة النتائج الأولية حتى اللحظة أوضحت أن الحزب الجمهوري يتجه إلى الحصول على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، فيما لا يزال الترقب سيد الموقف بالنسبة لمجلس الشيوخ. النتائج الأولية للانتخابات حملت 5 ملاحظات رئيسية. الأول يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تعرض إلى نكسة انتخابية بعد ظهور النتائج التي أحبطت مساعيه للعودة لتصدر المشهد والترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى أن بعض مستشاري ترامب اعتبروا نتائج الانتخابات النصفية جرحا لمستقبله السياسي وعليه تأجيل إعلان ترشحه للرئاسة الذي كان يخطط له الأسبوع المقبل بعد عدم تحقيق المد الأحمر وفق صحيفة واشنطن بوست. ترامب بدوره قال إن انتخابات التجديد النصفي تشكل نصرا كبيرا من وجهة نظره الشخصية، لكنه أشار إلى وجود خيبة للآمال بشكل أو بآخر. الاستنتاج الثاني يتعلق بمن سيرشح الديمقراطيون في انتخابات رئاسة عام 2024. بعض التوقعات تتحدث عن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافن يوسوم باعتباره منافسا قويا لبايدن بعد إعلان الأخير نيته للترشح لولاية رئاسية ثانية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن قراره النهائي عما إذا كان سيترشح أم لا سيكون في مطلع العام القادم نتابع. Our intention is to run again. That's been our intention, regardless of what the outcome of this election was. My guess is, I hope Jill and I get a little time to actually sneak away for a week around between Christmas and Thanksgiving. And my guess is it'd be early next year we make that judgment. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الباحث في الشأن الأمريكي أحمد الحنطي. أهلا بك سيد أحمد. ترامب يتحمل مسؤولية إخفاق الموجة الحمراء، هذا ما يقوله منتقدو ترامب إن كان من داخل الحزب أو من خارجه. عزز ذلك عدة أسباب، منها خسارة أسماء دعمها شخصيا ترامب، وأيضا فوز كبير لمنافسه اللدود سانتاس، الأمر الذي يقال بأنه ينبئ بكسر للموجة الترامبية. هل ترامب هو من يتحمل وحده نتيجة هذه الانتخابات النصفية حتى الآن؟ لا، بكل تأكيد ترامب لا يتحملها لوحده، ولكنه يعني المثل يقول إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه، فهذا ما يحدث الآن في الحزب الجمهوري. هناك محاولة للتخلص من ترامب، وهذه الرغبة ليست جديدة لدى المؤسسة التقليدية في الحزب الجمهوري، ولكنهم كانوا يواجهون مشكلة أنه ناخبين ترامب الذين أدخلهم لقواعد الحزب مخلصين له تماما، وهم لا يستطيعون مواجهتهم في الانتخابات الأولية ولا يريدون خسارة أصواتهم في الانتخابات العامة، لذلك كانوا يجارون ترامب، وفي كل مناسبة تظهر فرصة للتخلص منه كانوا يحاولون ذلك. لكن على كارهي ترامب أن لا يسارعوا بالاحتفال، شاهدنا نفس الأمر تقريبا بعد أحداث 6 يناير، عندما خرجت السكاكين وخرجت الانتقادات وتوقع الجميع أن ترامب راحل. لم يمر أسبوع حتى رأيناهم يتوافدون واحد وراء الآخر لتقديم فروض الولاء والطاعة لترامب في مارلاغو. نعم، طيب كيف قرأت رسالة بايدن بأنه منفتح على العمل مع الجمهوريين؟ هل برأيك هنالك من أرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين الحزبين للعمل معا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في ظل انقسام هائل بين الحزبين؟ هذه الرسالة ليست جديدة من بايدن، يعني بايدن حتى قبل انتخابات 2020 كان يطرح نفسه يعني كرئيس توافقي يستطيع العمل مع الطرف الآخر ويستطيع يعني تمرير مشاريع مشتركة، ويستند بذلك على أرثه الطويل في مجلس الشيوخ. وما يطرح يزيد هذا الاحتمال في الفترة القادمة هو الأقلية الضئيلة المتوقعة للجمهوريين في مجلس النواب. من سيقود مجلس النواب في الفترة القادمة يعني غالبا سيكون مكارثي، ولكن ليس بالتأكيد.
سيواجه مشكلة كبيرة اللي هي الفريدم كوكس. الفريدم كوكس هم الفئة الأكثر تشددا في يعني في الجمهوريين في مجلس النواب، وهذه الفئة العمل معها صعب جدا، يعني كانت دائما تسبب صداع كبير لمن يقود الجمهوريين في مجلس النواب. إذا كانت الأغلبية كبيرة يعني عندك 30-40 مقعد يعني فوق ال 218، هذا يعطيك مرونة تستطيع أن تمرر بعض المشاريع بخسارة 20 أو 30 عضو من الفريدم كوكس، ولكن عندما تكون أغلبيتك 5 أو 10 مقاعد أنت تحتاج لكل صوت. فيطرح البعض فكرة أنه مكارثي قد يحتاج إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير بعض المشاريع، بالتالي سيضطر للعمل معهم، يعني لن يكون عمل بشكل واسع ولكنه بشكل محدود، هذا إذا تحقق. لأنه في سنوات أوباما عندما كانت الفريدم كوكس يعني تختطف إدارة مجلس النواب وتجبرها على كل شيء، لم يلجأ القادة الجمهوريين للتعاون مع الديمقراطيين من أجل تمرير أي شيء. نعم، طيب من الاسم الجمهوري الذي برأيك سينافس ترامب منافسة حقيقية وجدية؟ حالي هناك عدة أسماء، طبعا أبرزها دي سانتس حاكم فلوريدا، هناك كوتون سيناتور، هناك تيد كروز، هناك بومبيو، هناك مايك بينس. الإشكالية أن أغلبهم لا يجرؤ على مقارعة ترامب وجها لوجه، يتمنون أن لا يعلن ترامب ترشحه وبالتالي يعطيهم فرصة للترشح، خصوصا أن كثيرا من هذه الأسماء يعني صغار في السن نسبيا، فبالتالي يقولك يعني أنت تستطيع الانتظار إلى 28، لماذا تواجه ترامب في 24؟ دع ترامب يخوض ويفوز، يعني هذه قد تكون عند ناخبي ترامب. نعم. أنه فبالتالي يصوتون ضد هذول الأشخاص، وهذول الأشخاص لا يريدون الخسارة. يعني تيد كروز خسر في 2000 ويعني في الانتخابات الأولية في 2016، هو كان الثاني بعد ترامب، لا يريد أن يخسر مرة أخرى، يريد عندما يترشح أن يكون هو رقم واحد ويحصل على الترشيح بسهولة. شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الأمريكي أحمد الحمدي. نشرتنا مستمرة ونتابع في سياقها لكن بعد قليل. روسيا تلجأ لأنياب التنين لعرقلة تقدم القوات الأوكرانية. أهلا بكم من جديد. أسابيع من الكر والفر وتقدم ميداني أوكراني بالتزامن مع إجلاء موسكو المدنيين في مقاطعة خيرسون. جاء إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن انسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في خيرسون ليطرح أسئلة حول هذا القرار. خيرسون كانت من أول المدن الاستراتيجية الأوكرانية التي سيطر عليها الروس في 16 من شهر مارس الماضي، مما دفع خبراء لوصف الانسحاب الروسي بأنه نقطة تحول مهمة في مسار هذه الحرب. قبل إعلان الانسحاب الروسي بساعات أعلن عن مقتل مسؤول روسي كبير يدعى كيريل ستريموسوف بحادث سير. كان ستريموسوف أحد أشد المؤيدين لضم موسكو لمنطقة خيرسون. يرى خبراء عسكريون أن هذا يعكس تراجعا عسكريا روسيا أمام التوغل الأوكراني في المنطقة، فيما يعتبر آخرون أن الانسحاب ربما يشكل تكتيكا روسيا لاستدراج القوات الأوكرانية ونصب الأفخاخ أمامها. في المقابل ذهبت تحليلات لاعتبار ما يحدث ربما مقدمة للعودة لطاولة المفاوضات. القوات الروسية التي انسحبت من خيرسون إلى الضفة الغربية من نهر دنيبرو بدأت باستخدام أسلوب يعود إلى الحرب العالمية الثانية يسمى أنياب التنين لوقف أي تقدم أوكراني محتمل. فما هي أنياب التنين؟ نتابع معا. ¶¶
وينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي يفغيني سيدروف. أهلا بك معنا سيد يفغيني. يعني قائد الجيش الأوكراني يقول بأنه لا يمكن تأكيد الانسحاب الروسي من خيرسون حتى الآن، لماذا هذا التشكيك الأوكراني بانسحابكم، انسحاب الجيش الروسي من خيرسون؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. هذا التشكيك ربما ناجم عن كون بعض القوات الروسية تبقى في المدينة، في مدينة خيرسون حسب بعض المعلومات، ومن جهة أخرى ربما اللغة نوعا ما المصطنعة كما يعتقد الخبراء الأوكرانيون جعلت كييف لا تصدق لهذه التصريحات ولهذه الإجراءات التي تنوي موسكو اتخاذها، وبالتالي هناك شكوك كبيرة جدا تراود الأوساط العسكرية والسياسية في أوكرانيا، وهي بطبيعة الحال تأمل ربما بالحصول على معلومات أدق حول تواجد القوات الروسية في خيرسون بعد بدء عملية الانسحاب. إضافة إلى ذلك طبعا هناك مخاوف متعلقة بزرع الألغام من قبل القوات الروسية قبل هذه العملية، وبالتالي يعني لا يمكن الآن القول بدقة إن بالفعل نحن أمام مثل هذه المناورة. بالإضافة إلى ذلك عادة ما لا تعلن القوات المسلحة لأي بلد عن هذا الإجراء وتسميها بالانسحاب، وتستخدم ربما عبارات أخرى مثل إعادة الانتشار أو إعادة تموضع. سبق للقوات الروسية أن استعملت هذه المصطلحات، ولكن سيد يفغين يعني هذا الانسحاب سبقه قرار روسي أو طلب من بوتين بإجلاء المدنيين من خيرسون، ما دلالات هذا الطلب الذي سبق الانسحاب؟ هل نحن أمام انسحاب مدبر أم انسحاب بطعم الهزيمة؟ لا يمكن اعتباره انسحابا بفعل الهزيمة، لأن العديد من الخبراء العسكريين يعتقدون بل هم على يقين بأن روسيا بطبيعة الحال ستحاول معاوضة هذه النقطة السكنية المهمة جدا بالنسبة لسير العملية العسكرية كلها، وبالتالي لا يمكن أن يدور الحديث عن انسحاب كإشارة إلى هزيمة القوات الروسية. مناورة عسكرية هي مصطلح ربما يمكن أن ينطبق على ما يجري الآن من قبل القوات الروسية، وهي بالفعل أولا تهتم بحياة أفراد المدنيين والعسكريين، ويعني هذه الاعتبارات إنسانية وبطبيعة الحال لها مبرراتها، وبالتالي ولذلك هي حظيت بتأييد من قبل حتى أشد مؤيدي الخطوات العسكرية الحاسمة في أوكرانيا، ومنهم في المقام الأول الرئيس الشيشاني رمضان قديرف، هو يعني بارك هذه العملية وأيدها. بالإضافة إلى ذلك هناك بريغوجين وهو رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أيضا أيد هذه الخطوة، فإن دل هذا هم أيدوها سيد يفغيني، ولكنكم بنفس الحلف. يعني أود هنا أن أستذكر ما قالته ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأنه الآن روسيا مستعدة للحوار مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، شرط أن يتم أخذ ما يحصل على الأرض بعين الاعتبار. هل الانسحاب الروسي والتراجعات العسكرية الأخيرة هي ما دفعت روسيا إلى إظهار هذا اللين الدبلوماسي فعليا؟ هل نضجت الظروف لإيقاف هذه الحرب والتوصل إلى حل يرضي الطرفين؟ أنا لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين ما يجري على الأرض مباشرة وبين التصريحات الأخيرة التي يدلي بها المسؤولين الروس. بالمناسبة يعني تحدث عن ضرورة العودة إلى الحوار جاء منذ فترة بعيدة نسبيا، وحتى يوم ضم أو انضمام المناطق الأربعة لأوكرانيا الرئيس الروسي بوتين توجه إلى القيادة الأوكرانية فدعاها إلى إجراء مباحثات سياسية حول تسوية هذه الأزمة، وبالتالي لم يكن يعني مثل هذا الخطاب مرتبطا مباشرة بالأوضاع على الأرض. الآن طبعا نحن أمام تطورات لا يمكن لأحد أن يتوقع يعني نتائجها،
وبالتالي الأمور سوف تكون مرهونة كما كان سابقا على التطورات على الأرض مباشرة خلال الأيام القليلة نعم. القادمة، ومن جهة أخرى بمساعي دبلوماسية، وروسيا لا ترفض أي حوار سواء مع أوكرانيا مباشرة أو عبر وسيط واضح واضح. المرشح شكرا جزيلا لك الوسيط سيد وتركيا كمان. إفريني. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي، حدثنا من موسكو. في شأن الحرب الأوكرانية الروسية، أيضا قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن خسائر الجيش الروسي فاقت 100,000 جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت على الأرجح من مستوى مماثل من الخسائر في الحرب. وقال ميلي لمنظمة نادي نيويورك الاقتصادي إن حوالي 40,000 مدني أوكراني قتلوا أيضا في الصراع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تصريحات ميلي تعتبر أعلى تقدير أمريكي لعدد الضحايا حتى الآن في الصراع المستمر منذ حوالي 9 أشهر. في شأن متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تسمح للقوات المسلحة بالتحرك أسرع وبحرية خارج الحدود، كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تحرير تنقل القوات العسكرية والعتاد. المفوضية الأوروبية أشارت أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه بيئة أمنية معقدة حيث الحرب على حدودها. بدوره قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بارل إن حرب أوكرانيا دلت على الصعوبات التي يواجهها الاتحاد في نقل العتاد العسكري، مشيرا إلى حاجة القوات الأوروبية لتأمين خطوط الإمداد بالوقود في أنحاء الاتحاد. أعلنت الحكومة البريطانية تجميد أصول قيمتها 18 مليار جنيه استرليني تعود لأفراد وكيانات روسية صدرت بحقهم عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا. وزادت الأصول الروسية المجمدة بـ6 مليارات جنيه عن المبلغ المعلن عنه في جميع أنظمة العقوبات البريطانية الأخرى. وقال وزير الخزانة البريطاني إن رسالة بلاده واضحة، وهي عدم السماح لبوتين بالنجاح في الحرب بأوكرانيا وفق تعبير. نفى مكتب السيستاني ما نسب على لسان ممثله في إيران حول الاحتجاجات الإيرانية وفق البيان. كما أشار البيان إلى أن السيستاني ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية. يذكر أن تصريحات لجواد الشهرستاني وهو ممثل المرجع الديني على السيستاني في إيران نقلتها وسائل أعلام إيرانية ندد فيها بالاحتجاجات الإيرانية وأبدى دعما للنظام الإيراني. يأتي هذا التصريح من السيستاني في وقت تتوسع رقعة الاحتجاجات في إيران لتطال هذه المرة القطاع الطبي في البلاد، حيث رفع الأطباء الصوت عاليا بوجه النظام الإيراني احتجاجا على منعهم من علاج جرحى التظاهرات وعلى وجود قوات الأمن داخل المستشفيات واعتقال وترهيب الأطباء وفق ما كشفته صحيفة واشنطن بوست. شهود داعين أكدوا للصحيفة أن مجموعة من الأطباء تجمعوا أمام المجلس الطبي للاحتجاج، لكن سرعان ما تعرض هؤلاء إلى قمع القوات الأمنية، ومنهم من كان بزي مدني قاموا بإطلاق النار وضرب الأطباء. واشنطن بوست قالت إن عددا قليلا من المستشفيات الإيرانية تقدم المساعدة الطبية للجرحى والمصابين أثناء الاحتجاجات، وأكثر من ذلك أوضحت الصحيفة في تقريرها أن بعض المصابين من المتظاهرين توجهوا للأطباء البيطريين لتجنب اكتشافهم واعتقالهم من قبل السلطات. من جانب آخر، منعت السلطات الإيرانية أيضا الطلاب المحتجين من الدخول إلى الجامعات وعلقت دراستهم وفقا لتقرير قناة مجالس نقابات الطلاب الإيرانيين في تيليجرام. يأتي ذلك في ظل تضامن واسع من قبل الطلاب مع الانتفاضة الشعبية في معظم جامعات البلاد. وكان نحو 600 أستاذ جامعي أصدروا بيانا في وقت سابق أعلنوا فيه دعمهم للاحتجاجات القانونية للطلاب، مشددين على أنهم سيستخدمون جميع القنوات الاحتجاجية في حال عدم الإفراج عن الطلاب المعتقلين. صباح الخير يا بيرو.
وفي خطوة مماثلة قام بها رياضيون وفنانون وأطباء إيرانيون، أعلنت ممثلة إيرانية بارزة دعمها للاحتجاجات التي تعم البلاد من حسابها على إنستغرام. صوت مؤثر آخر يكسر حاجز الصمت في إيران، يقف بوجه سلطة النظام ويصرخ، هذا التمرد لا نهاية له. كلمات جريئة نشرتها الممثلة الإيرانية تراني أليدوستي المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان والمشهورة بنقل تفاصيل مآسي الواقع الاجتماعي الإيراني في أفلامها. في ساعات أشعلت كلمات القصيدة التي نشرتها تراني ثورة افتراضية موازية على حسابها على إنستغرام الذي يتابعها عليه قرابة 8 ملايين شخص. لم تكن الكلمات وحدها، الصورة أيضاً. تراني قررت التمرد بصورة لها دون حجاب رافعة شعاراً حملته الحشود الغاضبة على مقتل الشابة مهسا أميني منذ منتصف سبتمبر الماضي، شعار للمرأة وللحياة والحرية، أسقط رموزاً احتمى خلفها النظام الإيراني لسنوات. من داخل إيران انضمت أليدوستي إلى هذه الثورة وتعهدت بالبقاء في وطنها بأي ثمن. بطلة فيلم البائع الحائز جائزة الأوسكار عام 2016 كأفضل فيلم أجنبي، تلعب اليوم دور البطولة على أرض الواقع في تحدي الظلم وتقف عن العمل للدفاع عن عائلات السجناء والقتلى. مكرم حناوي، العربية. وينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني يوسف عزيزي، أهلا بك سيد يوسف. يعني ما رأيك بموقف السيستاني الذي نفى ما تنقلته وسائل إعلام إيرانية عن موقفه من الاحتجاجات؟ الرجل نفى وجود ممثل له أصلا يتحدث باسمه. تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. نعم، آية الله سيستاني نفى ما صرح به شهرستاني الذي يدعي هو ممثله في لندن، وهذا أمر مهم لأنه هناك مقلدين للسيستاني في إيران. نعم. وأخذوا يتململون من هذا الموقف الذي اتخذه شهرستاني باسم آيت الله سيستاني، لكن بنفيه هذا الأمر يعني في الواقع هدى على روح هؤلاء الناس. ونحن نعرف أن آيت الله سيستاني يختلف مع علي خامنئي المرشد الأعلى في إيران. نعم. ولا يعتقد بتدخل السياسة بشكل مباشر في رجال الدين بشكل مباشر. نعم. عن تدخل رجال الدين سيد يوسف وغيرهم من الكتاب والفنيين والرياضيين بهذه الاحتجاجات، ما دورهم؟ وأنت حضرتك عضو باتحاد الكتاب الإيرانيين، دوركم في هذه الاحتجاجات؟ للكتاب والرياضيين والفنانين دور هام، لأنه يتابعونهم الملايين من البشر ومن المواطنين في إيران. وأنتم أشرتم إلى ترانة أليدوستي الممثلة الإيرانية والتي لها كما ذكرتم 8 ملايين تابع متابع في الإنستغرام، فهؤلاء يؤثرون على الجماهير و يشدون على عزمهم كي يستمروا في نضالهم ضد النظام الكهنوتي الاستبدادي في إيران. وهذا ليس اليوم والأمس، فمثلا اتحاد الكتاب اللي أنا أفتخر بعضويته لعب دورا في عام 1978 و79 في دعمه لنضالات الشعوب الإيرانية ضد حكم الشاه الاستبدادي، وأيضا انتقد خلال هذه السنوات 44
كل ما قام به النظام الحالي من قمع ورقابة على الكتاب وعلى حرية التعبير، وقدم الشهداء يعني تلو الشهداء يعني العشرات من 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 زملائنا قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية بشكل أو آخر خلال هذه السنوات، ليس إلا لمعارضتهم للقمع والرقابة على الكتاب والصحافة وما شابه ذلك. شكرا جزيلا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني يوسف عزيزي. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن بلاده لديها القدرة على تنفيذ عمليات ضد المنشآت النووية في إيران، وأكد غانتس أن قواته حققت الجاهزية ولديها المزيد من القدرات والعمليات طويلة الأمد لضرب مشاريع إيران النووية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي كشف في أغسطس الماضي أن إسرائيل يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي. شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على أن إعلان إيران تصنيع صواريخ باليستية يفاقم المخاوف الدولية من برامجها الصاروخية. وأوضح غروسي في تصريحات خلال حضوره مؤتمر المناخ في شرم الشيخ أن هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني، مؤكدا أن لذلك تأثيرا على جميع الموضوعات المرتبطة بإيران. غروسي أكد عدم تسجيل أي تقدم في المحادثات مع إيران بشأن مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، مع وجود خطة لإجراء زيارة إلى طهران هذا الشهر. ما قد يتوقعه الناس هو الأخبار، أو ما إذا كنا نحرز تقدما في تحقيقاتنا المفتوحة. وليس سرا أننا لم نتمكن من تسجيل بعض العناصر الملموسة. لدينا فرصة لإعادة المشاركة أو لمواصلة عملنا، ولكن هذا سيحدث بعد صدور تقاريري. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. بعد كوريا الجنوبية، أمريكا واليابان تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة ضخمة. أهلا بكم من جديد. انطلقت اليوم التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا واليابان، أحد أضخم المناورات القتالية بين البلدين، والتي جاءت في أعقاب تكثيف إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، إضافة إلى زيادة مطالب الصين في البحر الجنوبي والشرقي. من جانبها، كشفت وزيرة الدفاع اليابانية عن مشاركة أكثر من 26 ألف جندي أمريكي و30 سفينة، وما تجاوز من 370 طائرة من أمريكا واليابان في هذه التدريبات. يتدفق شهريا عبر الشواطئ الجنوبية لليمن 6000 مهاجر من القرن الإفريقي. تقول السلطات بأن المهاجرين يدخلون بشكل غير شرعي، وأن معظمهم ينتشرون في الأسواق والشوارع ويعيشون في العراء. فوق هذا الرصيف وسط مديرية الشيخ عثمان بعدن، يعيش عشرات المهاجرين الأفارقة ويتخذون من المكان سكنا، وهو ما يتسبب بمشكلات لا حصر لها كما تقول السلطات المحلية، إذ لا يكاد يمر يوما من دون تسجيل وصول عشرات المهاجرين من دول القرن الأفريقي وخصوصا إثيوبيا. الهجرة الأفارقة إلى عدن سببنا مشكلة أمنية، مشكلة صحية، أيضا انتشارهم في وسط الأسواق وبين الحياة السكنية أمر مزعج، لكن في الأخير نحن نتعامل مع جانب إنساني ونقدم لهم كل التسهيلات والخدمات. نحن التقينا مع الهجرة الدولية مؤخرا، وتم عقد لقاءات عدة من سابق، وهو كيفية عودة هذه المهاجرين إلى مناطقهم، وخاصة أنه هجرة غير شرعية ولا يدخلوا في إطار اللاجئين. يشكل هؤلاء عبئا كبيرا وضغطا يفاقم من الأزمات التي تعيشها وتعاني منها مدينة عدن والمحافظات المجاورة، حيث يتدفق شهريا عبر الشواطئ الجنوبية للبلاد 6000 مهاجر بمعدل شهري. وتقول السلطات إن هؤلاء المهاجرين يدخلون بشكل غير شرعي، وإن معظمهم يرفضون البقاء في مخيمات الاستقبال
لينتشروا بشكل غير منظم في الأسواق والشوارع والأحياء ويعيشون في العراء. هذه السنة قامت المنظمة الدولية للهجرة بمساعدة ما يفوق 3000 مهاجر بالعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصل. طبعا الرقم في ارتفاع بسبب تزايد عدد المهاجرين الموجودين هنا والذين تقطعت بهم السبل والذين يطلبون طبعا مساعدة المنظمة الدولية للهجرة بالعودة. انتشار المهاجرين في شوارع مدينة عدن أصبح ظاهرة تؤرق السكان بما يجلبه من مشكلات وتداعيات وانتشار للجريمة والاستغلال الذي وصل إلى حد تجنيد بعضهم واستخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية من قبل تنظيمي القاعدة والحوثي. قدمنا في المحافظة كافة التسهيلات للاجئين اللي يحز في النفس أنه رحنا بنرحل ولكن الأعداد ما زالت تتواصل علينا. وكان هناك في عقدنا اجتماع بالخارجية اليمنية مع الحكومة الأسيوبية على ضرورة عقد مؤتمر دولي للحد من الهجرة هذه في القرن الأفريقي. مرارا كررت سلطات عدن والحكومة الدعوات لمنظمة الهجرة الدولية للمساعدة في إيجاد حلول لمشكلة المهاجرين من أفريقيا، وحتى تأتي استجابة تأخرت كثيرا. تبقى هذه الظاهرة واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه عدن. ردفان دويس، العربية، عدن. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن بلاده ستستقبل ركاب سفينة إنقاذ للمهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من أسبوعين بعد أن رفضت إيطاليا دخولهم، مضيفا أن فرنسا ستستقبل حوالي 230 راكبا من سفينة أوشن فايكينج في الميناء العسكري في مدينة تولون، إذ بدأ خفر السواحل الفرنسي في وقت سابق عملية إجلاء طبي لسفينة إنقاذ المهاجرين التي كانت متوجهة من أو إلى كوستاريكا كورسيكا فعليا على أمل أن تقدم فرنسا لركابها ميناء آمنا. كشف كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن حصوله على أدلة ومعلومات بشأن مزاعم تتعلق بجرائم ارتكبت في ترهونة بليبيا، وذلك بعد تفقده مقابر جماعية هناك راسما صورة مروعة لما شاهده على حد تعبيره. شاهدت فظائع صعبة حول العالم في أماكن كثيرة، في كمبوديا وشاهدت الدمار في سيبيريا والبلقان ورواندا، وشاهدت المقابر الجماعية لداعش. ترهونة أظهرت لنا درجات الحرمان العالية، ظروف صعبة جدا وأوضاع مروعة، لا حقوق ولا كرامة حتى للموتى. في أي كون وأي زمان يحدث ذلك علينا أن نحقق لمعرفة من هو المسؤول عن ذلك. قال رئيس المخابرات الألمانية الأسبق أوغاست هانينغ للعربية إن المنظمات الدينية التي تتخطى الخط الأحمر يتم إغلاقها، لكن إثبات ذلك أمر معقد وهو سبب تأني ألمانيا بحظر منظمات دينية مرتبطة بإيران. لا تهدأ التظاهرات الإيرانية في ألمانيا التي تطالب الحكومة بالتشدد أكثر مع طهران، فمنذ أن بدأت التظاهرات في إيران والعلاقة بين برلين وطهران تحولت إلى مادة جدل سياسي هنا. حزب المعارضة الرئيسي المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لم يتردد باتهام الحكومة باعتماد سياسة لينة مع طهران خلال جلسة صوت فيها النواب لتبني ورقة تطالب الحكومة التشدد أكثر مع إيران. والنائب كريستيان ديفري عن الحزب المعارض يقول حتى أن الوقت لم يعد مناسبا للإبقاء على الحوار مفتوحا مع طهران والتمسك بالاتفاق النووي. المشكلة في الورقة التي طرحت أن الحكومة دفعت بسياسة المهادنة تجاه إيران. كانت هناك مطالبات واضحة من الليبراليين مثلا لإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، ولكن حزب الخضر لم يدفع بالأمر رغم أن كل الحقائق على الطاولة موجودة والمركز مراقب من المخابرات منذ 30 عاما. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، يقول الرئيس السابق للمخابرات الألمانية أوغست هانينغ الذي كان جهازه يراقب مركز هامبورغ منذ أن كان هو رئيسه بين العامين 1998 و2005 بسبب نشاطاته المشبوهة. ألمانيا دولة متسامحة جدا ونحن فخورون بأن الجميع يمكن أن يمارس ديانته بحرية، ولهذا نفصل بين الدين والسياسة. ونحن حذرون جدا من حظر التجمعات الدينية، ولكن عندما تستخدم الديانة كأداة سياسية أو للتحريض على العنف فهذا خط أحمر.
ألمانيا تصر على العمل ضمن الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران محصورة بحقوق الإنسان. الحكومة الألمانية ترفض انتقادات المعارضة وتؤكد أن مقاربتها لإيران صحيحة، فهي تريد معاقبة النظام الإيراني لتصديه للمتظاهرين، ولكنها تبقى حريصة على إبقاء باب الحوار مفتوحاً خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. راغدة بهنام، العربية، برلين. بعدما ضرب جزر بهامس، وصل الإعصار نيكول إلى الساحل الأطلسي لولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث صدرت أوامر بإخلاء السكان لمنازلهم حسب ما أفادت الأرصاد الجوية الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن علاقات الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك مع الدول الأخرى يجب النظر فيها. جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان ماسك يمثل تهديدا للأمن القومي. اقترن تويتر باسم إيلون ماسك ما زالت أصداؤه تتوالى، كلما هدأت أمواج صفقة الاستحواذ على الشركة اقتصاديا تتعالى من جديد. من الجانب السياسي هذه المرة قد يقف ماسك في مواجهة محتملة مع بايدن، الذي صرح بأنه يجب التحقيق بعلاقات ماسك بدول أجنبية وتأثيرها على الأمن القومي. إيلون ماسك cooperation and or technical relationships with other countries is worthy of being looked at. تصريحات بايدن تأتي بعد دعوة عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي ينتميان للحزب الديمقراطي إلى إجراء تدقيق في صفقة تويتر بحجة مدى تأثير الاستثمارات الأجنبية في الشركة على توجيه دفة الانتخابات الأمريكية، رغم أن معظم هذه الاستثمارات كانت موجودة قبل استحواذ إيلون ماسك. لذلك يربطها البعض بنتائج الانتخابات النصفية التي تقدم بها الحزب الجمهوري على مستوى مجلس النواب. باب الخلاف بين بايدن وماسك جاء بعد تهنئة الرئيس السابق دونالد ترامب له على صفقة استحواذ تويتر. أنا سعيد جدا لأن تويتر أصبحت الآن في أيد أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل. تطور دفع بايدن لمهاجمة ماسك بقوة. ما يقلقنا الآن جميعا هو قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟ أما ماسك فانتقد مؤخرا وضع الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة بايدن. الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، وارتفاع الأسعار نتيجة بسيطة لطباعة النقود. أدعو الشركات لمراقبة التكاليف والتدفقات النقدية. سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، لا يتوقف ماسك عن إثارة الجدل بآرائه السياسية، فمن تقديم مقترح لحل الأزمة الأوكرانية وصولاً إلى حل أزمة تايوان والصين، تتعارض آراء ماسك مع توجهات الإدارة الأمريكية الحالية، وهو ما قد يصعد من حدة الخلاف وعواقبه على تويتر. علي السمان، العربية. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: أنظار الأمريكيين تتجه نحو نيفادا وأريزونا لحسم مقاعد الشيوخ مع تقدم واضح للجمهوريين في النواب حتى الآن. بعد انسحاب روسيا، القوات الأوكرانية تتقدم في خرسون وتحذيرات من كمين روسي. السيستاني يكذب إعلام إيران وينفي أي تصريحات نسبت إليه حول موقف رافض للاحتجاجات وداعم للنظام.
بيان أمريكي أوروبي يصف هجوم الحوثي على ميناء قنب الإرهابي ويطالب الميليشيات الالتزام بالقانون الدولي.